أنا بنت من مدينة عتيقة، مدينة ممجدة في التاريخ، مدينة العلم والمعرفة. شربت من وديان ثقافتها وتعلمت على يد علمائها وعليت من قيمة المرأة بين سوارها. استلهمت مشواري من عدة نساء عظيمات دازوا في تاريخ المغرب. تخطيت أسوار مدينتي، عملت من أجل استقلال بلادي وتحرر نساء المغرب، وخليت بطريقتي بصمة في تاريخه. اسمي مليكة الفاسي. فاس يوم 19 يونيو 1919 في عائلة من 3 أطفال. كنت الإبنة الوحيدة بين 2 الأولاد. كبرت في وسط ديال المثقفين قابلين يضحيوا بروحهم وكيانهم من أجل القضية الوطنية. كان الوالد من أكثر المعادين للاستعمار، بالحنكة والحكمة كان أيضاً مقتنع أن التربية والعلم هما الأساس والتربة الخصبة فين يتنمى الوعي الوطني. داكشي علاش حاول يدير كل ما في استطاعته باش يربي ولاده، ولاده بنات على حد سواء. إلا بغينا نقدموا السيدة مليكة الفاسي، فهي امرأة اللي خصات 88 سنة من حياتها، يعني من اللي كانت في سن 15 سنة إلى حين وفاتها، خصتها المساهمة في إنشاء الدولة الحديثة بالمغرب في جانبين، على الأقل في جانبين. الأول تحسين وضعية المرأة، والثاني مقاومة الاستعمار وبناء مغرب حر ومتحرر من السيطرة الغربية. أنا ما يمكنش ننظر للمليكة الفاسي أو نتحدث عن المليكة الفاسي بدون ما نربط بالمسار اللي لعبته المرأة في المغرب. المرأة تاريخيا في المغرب، اللي كنقول المرأة بالمعنى الحضاري، الدور اللي لعبته المرأة في المغرب هو مختلف، ليس متميز عن الآخرين، أي أحسن من الآخرين من تجارب نسائية أخرى في العالم، ولكن هو مختلف على الأقل في فضائنا العربي والإسلامي وفي فضائنا المتوسطي. شنو الدليل؟ هو أنه لابد نسجله أن المرأة في المغرب كان لها دائما دور في الحياة اليومية ولها دور في الحياة العمومية، وهذا أهم في رأيي. نعطي أمثلة اللي لازم نذكروا بها أنفسنا ونذكروا بها الأجيال الجديدة. حين نتحدث عن أقدم جامعة في العالم تأسست هذه قرون، اللي هي جامعة القرويين بفاس، راه ما ننساوش أنها هي مشروع امرأة، فاطمة الفهرية، فكرة امرأة، هو مشروع حياتها، وبقي رمزا ومعنى. وأن تؤسس فضاء لإنتاج المعرفة ولإنتاج العلم، هذا راه دور حضاري. حين نتحدث عن المدينة الوحيدة في العالم العربي والإسلامي التي حكمت فيها امرأة، نجد أنها مدينة شاون للسيدة الحرة. حين نتحدث عن نساء لعبن أدوار سياسية، خنة بنت بكار بعد مولاي إسماعيل ثم في عهد ابنها من بعد، ما أريد أن أصل إليه أخلص إليه أن مليكة الفاسي هي سيدة
تنتمي إلى فضاء كان دائما للمرأة دور عمومي فيه، وهذا الفضاء هو المغرب. الوالدة ساعدها الحظ باش تعلم تقرأ وتكتب، هاد الشيء ما كانش متاح للعيالات كلهم حيث المدرسة ما كانش مفتوحة في وجوههم. وهكا في الأول مشيت لدار الفقيها، ومن بعد الوالد حول جناح من دارنا المدرسة وجاب أساتذة أكفاء من القرويين باش يسهروا على تربيتي وتعليمي. حيت جاب لها أساتذة، منهم الفقي السرغيني، الأساتذة من القرويين، ومنهم الشهيد سي القري لأنه كان استشهد المستعمر كانوا قتلوه، وكان الخال ديالها سي محمد بن الشيخ تعلمها الفرنسية، وسي ميسوم توا تعلمها الفرنسية، وكانت كتمشي لمولاي إدريس مع خالها باش تتعلم الأمداح النبوية، وكان عندهم خزانة كبيرة في الدار تتقتني الكتب باش تزيد تقرأ أكثر. مع أباها كانت عالم وقاضي ويبغي الموسيقى، إذ نعلمها موسيقى الآلة بحيث كانت تعلمت نوبات كثيرة منها، وتعلمت تضرب على العود وتضرب على الكير. ملي بلغت 9 سنين بداو يروجوا في بالي أسئلة كثيرة. كنت كنتسائل علاش القرويين اللي أسستها مرأة ما كانش كتقبل الفتيات يقراو فيها، علاش خوتي ولاد عمامي كان يمكن لهم يمشيوا للمدرسة وأنا لا، علاش العيالات في الأسرة ديالي كانوا كيتقبلوا أن التعليم شي حاجة غير زايدة وأن المدرسة مسألة ثانوية بالنسبة للمرأة، علاش العيالات ما كانش يمكن لهم يتمكنوا من المعرفة وياخذوا حتى هما المبادرة ويوصلوا صوتهم ويساهموا بالفعل في تنمية المجتمع ديالهم. كان خصني ولا بد نعمل على تحرير المرأة المغربية وعلى التثقيف والتفتح ديالها. إذن مسبقاً كنشوفوا أن النساء كانوا مهيئات فقط لدور الزوجة والأم وماشي شي حاجة أخرى، الباقي كان نوع من الترف. كل هذه الأسئلة كتقودنا لهذه السيدة العظيمة اللي اشتغلت من أجل تحرير النساء. ملي كانت تقرأ كانت خالتها تجي عندها وتتقول لها واش انتينا جالسة كتقرأ، شفت هذا نوض تطرز نوض تعمل، واش انتينا شنو غدير كرسي في القرويين؟ ملي كانت عندها 9 سنين قالت لها هي إن شاء الله غنديروا الكرسي في القرويين للبنات أيضا. ما صنع شخصيتها هو فضائها العائلي، فتحت عينها في فضاء يقدر قيمة العلم، قيمة المعرفة. شاء قدرها أن ترى النور في لحظة زمنية من تاريخ المغرب هي لحظة فاصلة. هذه اللحظة هي اللحظة التي ولدت ما بعد الاستعمار. لا يجب أن ننسى لأنه هي ابنة صدمة الاستعمار. الحماية بدأت في 1912، يعني 7 سنوات بعد الحماية ولدت ملكة الفاسي. تفتح وعيها في مدينة غير عادية في تاريخ المغرب بسبب وجود جامعة القرويين التي بنتها امرأة، وأن تلك الجامعة هي التي ستخلق الوعي السياسي الجديد للجيل الجديد من المغاربة الذين بدأوا يطرحون السؤال القلق ديال ما نسميه أنا سؤال الوعي الشقي نوعا ما. بعد احتلال الأجنبي للمغرب أصبح السؤال هو كيف تمكن الأجنبي المخالف حضاريا والمختلف دينيا من التحكم في أرض الإسلام في أرض المغرب. وملك الفاسي هنا تفتح وعيها في الفضاء العائلي، في الفضاء ديال المدينة الحاضرة ديال فاس لا سيتي، وضمن واحد الجيل جديد حل عيني في المغرب. أنا كنسميه الجيل الناهض، وهذاك الجيل هو المغاربة كلهم. المغاربة كلهم راه كانوا واحد المجتمع ناهض آنذاك في بداية الثلاثينات. خص دائما واحد لو ديكلونشور ديال عملية مثل هذه. لو ديكلونشور سيتي اون 1930، في 1930 اللي هو الظاهر البربري، هو الذي سرع أشياء متعددة في المغرب، وأهم ما سرعه هو هذاك الظهير هو بروز
الفكرة الوطنية الناسيوناليزم أي الحركة الوطنية. وهنا في هذا السياق فين جاء بروز ملك الفاسي. في سن 15 سنة قررت نطالب علنيا بحق المرأة في التعليم كخطوة أولى لتحريرها. وهكذا في سنة 1935 كتبت أول مقال ديالي في جريدة المغرب تحت اسم مستعار الفتاة. ما كنتش ناوية نكتفي بهذا الشيء، وكنت واعية أنه لازم نستمر في هذا الاتجاه باش يكون لي تأثير على الرأي العام. ولهذا الهدف كتبت سلسلة ديال المقالات حتى لسنة 1943 باسم مستعار آخر باحثة الحاضرة، كان طالب بالحق المشروع والضروري ديال المرأة في التربية والتعليم. بهذا المقال غادي تصبح أول صحفية مغربية معروفة، وكان وضع معروفة بين قوسين، وكان فتح قوس هنا لأنه كان عارفوا أن هناك نساء أخريات كتبوا مقالات في أماكن أخرى من المغرب، في الشمال مثلاً كرحمة المدني اللي كتعتبر من الرائدات في مجال العمل الصحفي النسائي. ولكن مع الأسف كنشوفوا أن الأصوات النسائية غير مرصودة من طرف المؤرخين بصفة عامة، وخاصة النساء الغير مرتبطات بشخصيات رجالية مهمة. إذن إلا كنا كنعرفوا ملك الفاسي وعرفنا أنها كانت سيدة كبيرة، فطبعاً لكونها سيدة كتستحق، ولكن أيضاً لأنها مرتبطة بنخبة من السياسيين والمفكرين والوطنيين. هذه السيدة جاءت إلى الصحافة وجاءت إلى الكتابة كأداة لممارسة دور في المجتمع. هي الصحافة بالنسبة لها هي أداة للعب دور في المجتمع كامرأة، وهذا مهم جدا، أي أنها بشخصيتها ليست تابعة للرجل، لا، هي بشخصيتها خلقت صوتها، وأن تخلق صوتها وجدت أن من مجالات بروز ذلك الصوت وبروز تلك الشخصية كامرأة مغربية في ذلك الزمن للمغرب الجديد اللي هو مغرب الثلاثينات كان هو الكتابة وهو الصحافة. ومن هنا المعنى ديال أنها اختارت أن تكتب. لما حصلت الأميرة للا عائشة على شهادتها الابتدائية كتبت ملك الفاسي مقال تحت عنوان نهضة المرأة المغربية. إذن اعتبرت تكوين الأميرة للا عائشة كشعار لولادة جديدة للنساء المغربيات، فعلنت بسرعة على أنه الآن تم فتح المدارس الابتدائية في وجه الفتيات بشكل ما. ولكن بمجرد الحصول على الشهادة الابتدائية ما كيلقاوش الفتيات مكان آخر من أجل التكوين، إذن هي 5 سنوات فقط من التكوين ثم كيرجعوا للأمية المقنعة. لابد أنه تكون عندنا بنية تحتية لتمكن الفتيات من التقدم. كنشوفوا إذن أن ملك الفاسي في تفسيرها وحججها كتقول أنه يجب تكوين الفتيات وتكوين النساء لأن هذا كيجعل منهم أمهات ناجحات وزوجات ومساندات للرجل، وهكذا غادي يكونوا قادرات على تربية أجيال اللي عندها وعي وتكوين، وهذا بالنسبة لهذيك الفترة كان سابقة. حالياً مثل هاد الحجج كتقول على أن الرجل ممكن يعيش لنفسه وإلا تم تكوينه فلذاته وشخصه، في حين أن المرأة إلا استفدت من تكوين فلأجل الأولاد والبلاد، كأنه لا يحق للنساء أن يتم تكوين ديالهم لأجل حياتهم واستقلاليتهم وتحسين وضعيتهم الشخصية. إذن كنشوفوا أن ولادة الحركة النسائية المعاصرة في المغرب مرتبطة بالمرحلة، فما يمكن اعتباره تقدمي في مرحلة ما كيمكن اعتباره محافظ في مرحلة أخرى. ولكننا كندينو بالكثير لهذه السيدة
لأنها من ضمن النساء الأوائل اللي ناضلوا من أجل تكوين النساء. ملكة الفاسي شاركت في نقاشات أساسية وذات أهمية قصوى للمجتمع. كان طموح حياتي أني نكون مرأة مثقفة وفاعلة في بلادها، ولكن في نفس الوقت كنت باغية نأسس أسرة نتذوق فيها طعم الأمومة ونفرح بوليداتي. كبر معايا في الدار ولد عمي محمد الفاسي، كنت معجبة به كرجل، كمثقف وكمدافع عن الوطن. حبينا بعضياتنا وتزوجنا برضا الجميع في العائلة. العلاقة ديالنا كان كيسودها المحبة والاحترام المتبادلين، كان كل واحد منا كيساند الآخر. ملي ولدنا اتفقنا باش نلقن ولادنا معرفة شاملة بما فيها الفنون، باش نخليهم منفتحين على التسامح وأخذ المبادرة وتحمل المسؤوليات. وما كناش كنميزو ما بين الولد والبنت، كانوا كلهم بحال بحال. وحتى في دوري كأم كنت كنحاول نوازن ما بين الحنان والصرامة. الأب ديالي تربى في دار بسيدي ديال ماما، لأنه كان مات با هو عنده 4 سنين وولد عم با هو اللي تكفل به. إذن ماما عرفته هذا، ولكن ما تزوجتش لأنه ولد عمها لا كان بيناتهم حب كبير. وخدا رغم أن من خلاقت القابلات يضحكوا قالوا له هي هذه مرات كاسدي محمد، فينا المات شي اللي وقع، ولكن ماشي لأنه قالوا عاوة تأخذ ولد عمها بحال اللي كانوا تيديروا زمان. تزوجت من رجلين يقدر المعرفة ويستوعب بشكل عميق معنى التحول الذي يجب أن يقع في المجتمع المغربي وإشراك المرأة في ذلك التحول، وشاء قدرها كذلك أن زوجها سيعين مسؤول الأول عن جامعة القرويين في فاس، وأنه سيصبح أستاذاً في المعهد المولوي في القصر الملكي بالرباط. وبفضل ذلك هذا غيفتح لها باب لكي تلجأ إلى القصر، إلى فضاء القصر، إلى العائلة الملكية، وأن ترتبط بعلاقة قوية بزوجة الملك، بزوجة الملك الوطني محمد الخامس للعبلة. هاد السياقات قدريا خلقت لهاد المرأة أن تلعب دور، واقتنصت بذكاء ذلك الدور. وهذا هو المهم، أنها سيدة كان ممكن أنها تعيش بحال أي بنت ديال العائلة لباس عليها، عائلة مخملية، ولكن هي اختارت شيء آخر، اختارت أن يكون لها دور في المجتمع بوعي، بوعي سياسي وبوعي وطني، وأن يكون لها دور إعلامي ودور ثقافي ودور سياسي، ولعبت ذلك الدور بالكامل. ملكة الفاسي الأم أم حنون، ولكن في نفس الوقت صارمة، حتى تعلمنا أو ميم طو الفشوش الصرامة. سالي دو بيغ كاين شي ماشي قد البوسه قد القكصه، ولكن تنظن هذه هي التربيه الحقيقيه. كانت عندها انشغالات كثيره ولكن حاضره، ربما بعض المرات تكون غائبه لانه حتى هي كانت في الصداقه المغربيه السوفيتيه، هي سافرت، ما كانش في الكم، كانت في الكيف. بالموازاة مع المسؤوليات الجديدة كزوجة وأم وبالمعونة ديال الزوج ديالي، أصبحت في 1936 أول امرأة كتنتمي لأول نواة في الحركة الوطنية. كانت الاجتماعات كتدوز بسرية عندنا في الدار، وكان زوجي محمد الفاسي هو الرابط ما بين الحركة الوطنية وما بين السلطان محمد الخامس. كان كيتشاور معاه وكان كيخبره بجميع الخطوات اللي كنا كنديروها. عجبني الحال بزاف، وأنا كان عين الكثير ديال النساء التحقوا بحماس وبعزم بالحركة ديال المطالبة بالاستقلال، وكافحوا بجانب خوتهم الرجال حتى هما تسجنوا وتعذبوا، وشي وحدين فيهم ضحوا برواحهم من أجل ذلك. كان ديك الساعة في 37 تأسس الحزب الوطني. ديك الساعة دخلت معهم الملكة لأنه كانوا كلهم عائلتها وهي متشبعة بهذه الأفكار، إذن دخلت معهم في الحزب الوطني. بعد ذلك
كانت واحد ما يسمى بالطائفة والزاوية، واحد خالية خلايا ضيقة صغية، جاء عندها سي عمر بن عبد الجليل رحمه الله اللي كان هو من المواطنين الكبار، وناولها واحد الورقة فيها أقسام غليظة هذا، قال لها دابا أنتنا خصك تاخذ مسؤوليتك كامله وتدخل معنا في الطائفه. في الاول ملي قراتها ترهبت شويش لانه هذا، وفي التالي قالت بون انا ما يمكن لي هادشي نقوم به كله، وحلفت ودخلت معهم في هذه الطائفه الضيقه. تمكنت من ان تفرض ذاتها لتستحق مكانها ضمن الطائفه، فبالتالي انا اعتقد هذه السيده هي رمز لمعنى مغربي جديد، وان هذا المعنى المغربي صنعه المغاربة بشرائحهم الاجتماعية المتعددة برجاله ونسائه، وهذا معنى مهم على أن المغرب هو مغرب جديد. رمزيا كذلك لابد من الانتباه أن هذه السيدة خرجت إلى الحياة وهي سافرة، لم تكن محجبة، اختارت منذ البداية أن لا تكون محجبة، واختيار أن لا تكون محجبة هو اختيار، أن الحجاب ليس جسدياً، الحجاب أحياناً يكون فكرياً. هذه السيدة تخلصت من الحجاب فكرياً وليس فقط كلباس، وبالتالي خلى على أنها عندها شخصية مستقلة. وأنا أعتقد أنه في مكان ما يجب أن نعترف على أنه يحق لنا أن نعتز أن في بلد اسمه المغرب خرجت فيه واحد السيدة نموذج مثل الملكة الفاسي. محمد الخامس سمى الوالد رحمه الله على رأس جامعة القرويين. بابا دا معاه ماما القصق، وكان محمد الخامس تيجي يحضر المحاضرات ديال الوالد الله يرحمه. وحدنا قالوا الفقي واش كتسمع بهاد المقاومين هاد الوقت؟ قالوا سيدي انا ماشي غير تنسمع بهم، انا راني منهم. قالوا الفقي وانت المبروك. من ديك الساعه ولا الاب ديالي هو صله الوصل بين القصر وديك الساعه المقاومه اللي ما كانش ديك الساعه مازال ماشي مسلحه غير المناشي وقالوا سيدي راه الملكه حتى هي معنا في الطائفه. اذن منات الناس ملي كتمشي الفرنسيين تيقولوا هذه راه مرات الاستاذ جات والسلام، ما عارفينش، ولا حتى بابا الله يرحمه ما عارفينش بانه هو كان صله الوصل بين الحركه الوطنيه والقصر. كنت كذلك المرأة الوحيدة ما بين 66 موقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال ديال 11 يناير 1944. توليت المسؤولية ديال إدارة العمليات ديال الحزب مع مجموعة صغيرة من المكافحين، منهم محمد الدويري وعبد الكريم غلاب وحسن بن شقروم. من بعد ما قدمنا الوثيقة كان القمع كتير ووقعوا بزاف ديال الاعتقالات، لكن هادشي كان علامة على نهاية الاستعمار، حيث المقاومة الشعبية ولت مكتفة وبينت بجدية أكثر أنها غدا توقف ضد الاستعمار بحزم وفعالية. بزاف ديال النساء بصموا اسمهم في هذه المقاومة، بحال يطو بن حمو الزياني وفيدة حسن في منطقة الريف وفاطمة الحداوية في الدار البيضاء. بداو يفكروا بانه مني من بعد 43 وجا ديك الساعات تشرشيل وفكروا الحلف هذا، قالوا اذا خصنا دابا نفكروا ماليا باننا نطلبوا الاستقلال دائما مع محمد الخامس. اذا فكروا بانهم يديروا العريضه ديال المطالبه بالاستقلال، قول كلمه الاستقلال محمد الخامس اللي قالها، انت تتحرر الوثيقة. من كانوا طبعا السي احمد بعلى فراج، الناس اللي من رباط اللي من سلا اللي من فاس اللي من مراكش، باش يكتبوها ويحرروها
تحررت تكتبوا بزاف ديال الوثائق، لانه تعطى لمحمد الخامس، تعطى للدوائر العليا، تعطى للممثلين ديال الحلفاء وديال البلدان كلهم اللي كانوا في المغرب. دونك تكتبوا بزاف ديال الوثائق وتوقعوا وترفعت. من بعد ما ترفعت في الاول المستعمر سكت، ولكن من بعد ناضوا مظاهرات في فاس، واول من استشهد امراه لا فاطمه من قاده، بحيث ضربوها من فوق السطح ديالها وطاحت مسكينه ميته، وداروا السلوكه على القراوين باش ما يخلوش الناس يوصلوا للسلوك الشائكه، ولكن الناس اقتحموها ودخلوا وخطبوا في الناس وقالوا داروا اللطيف. وديك الساعه بداو تيقبطوا الناس اللي وقعوا في الـ في الـ في الـ على الوثيقه، منهم الوالد اللي تقبض عامين في الحبس. ولو أنه كان هناك قمع فكان لابد للحزب أنه يستمر، وحركة تحرير المغرب تستمر وتكمل العمل ديالها مع مساندة من طرف الجبهة الشعبية. فكانت الفكرة أنه مليكة الفاسي هي اللي ترأس هذه الحركة مع بعض الوطنيين. إذن كنشوفوا أنه في هذه الفترة النساء والرجال كيشتغلوا جنبا لجنب، وفي نفس الوقت كنشوفوا أنه يمكن نكلفوا المرأة بمهمة ونمنحوها رئاسة الحركة الوطنية، ما دامت هذه المرأة عندها كفاءة وقدرة. كونها امرأة أو لا رجل لا يهم، المهم هو تكون عندها كفاءة، وهكذا كانت مليكة الفاسي. لالا مليكة الفاسي كانت اخير من التقى بالمغفور له محمد الخامس قبل نفيه 20 غشت 1953 غداتا، يعني المؤامره والاعتداء ديال سلطات الرقابه العامه على العرش. فكانت ان لما سمعت هي والاعضاء ديال الحركه الوطنيه بالخبر ديال النفي ديال المغفور له محمد الخامس، توجهت للقصر الملكي ليله 20 غشت، اي ليله ديال 19 غشت 1953، ودخلت من الباب ديال القصر الملكي وهي لابسه لباس رت، لباس رت يعني متاكل باش ما تثيرش الانتباه، واستعطفات للدخول وهي في ذيك الحالة، وسمحوا لها باش تدخل وباش تتلاقى بالمرحوم بن مسعود اللي هو اللي غادي يوصلها حتى لعند جلالة المغفور له محمد الخامس، باش غادي يستقبلها وغادي تبلغه بأنه راها مفادة من قبل الحزب باش تبلغه يعني التأثر ديال الوطنيين وديال الحركة الوطنية والقيادات الزعامة ديال الحركة الوطنية بالخبر ديال النفي ديالو. وكان محمد الخامس الله يرحمه قال لها أنا أغبط، هذه العبارة أنا أغبط محمد الفاسي اللي هو غادي يبقى هنا في المغرب، هو نساء ورجال الحركة الوطنية، أما أنا راني غادي تنفى قصرا خارج أرض الوطن. فقلت له واش من وصية توصونا بها؟ قال لا رحمه الله، نوصيكم على أن لا تركنوا وعلى تهدأوا وأن تواصلوا النضال إن شاء الله من أجل تحقيق الطموحات ديال الشعب المغربي. قالت له سيدي غادي يمشي المغرب من الشرق للغرب بالدم، ومن الجنوب للشمال حتى ترجع وما يبقى حتى شي مغربي. قالوا الله على ما نقول شاهد، عطاها يديه، عطات يديها، قالوا سيشهدوا التاريخ. النهار اللي رجع من المنفى كان الوالد معاه في الطياره، رجع وهي كانت تتسناه في باب الدروج ديال الطياره. من وصل قال لها مالكه احنا، قالت له سيدي حتى احنا احنا. استطعت باش ناضل يعني باللسان وبالقلم وبكل الاشكال ديال التعبير من اجل دعم
الحركة الوطنية، وبطبيعة الحال غادي يظهر كذلك النبوغ ديالها في قدرتها على التواصل، بحيث أنها كلفت واحد العدد ديال المهام اللي كان أولاها إياها الحزب، حزب الاستقلال. إذن مني تخدم محمد الخامس، ديك الساعة كان الأب ديالي في أغبالون كردوس مقبوط مع تولى مع السي مختار السوسي مع السي بن شمسي، وكانوا الناس طبعا بزاف لي، وما عندوش هذا ساسيت اون انكدوت، ما عندوش كيفاش يعرف بانه تفد محمد الخامس. ماما مشات ودخلت له الماكله ودخلت له الخبز، وفي الجريده مكتوب بانه ما هزو محمد الخامس. هو قرا الجريده وبابا قال له صافي دابا تهز محمد الخامس، دابا غنقبطوا الاستقلال. قالوا صافي راه جا هدايا، واش حماقيتي؟ قالوا مي نو، لانه دابا معمر المغاربه ما غادي يسكتوا ان يجيبوا لهم شي حد اخر في عوض الملك ديالهم، دابا عاد غادي تبدا المقاومه فعليا، وعاد غادي نقبطوا الاستقلال. وفعلا ديك الساعه بنات المقاومه المسلحه، مشى خالي سي عبد الكبير الفاسي للمدريد، من تما كان تيقتني الاسلحه. وكانت ديك الساعه ماما ديك الساعه ثاني الدور ديالها، كانوا هي رغم انا كدايرين نستافيت كدور على دارها حتى ل 12 الليل، دونك هي ما كتخرج او كيجيو عندها الناس تم بعد 12 الليل او 2 الليل، عاد تيجيو اما رسائل مشفره وداك لو كوتي خاص هذا اما سيغتان برودوي باش كديو باش تبان، بحيث قال لك رسائل مسعود شكر جاب لها قال هذا البراء انا ما فهمت فيها والو، قالت له انا عندي دارت داك الماده اللي عاد تبين شنو تكتبها شنو خصنا من السلاح شنو خص هذا. وديك الساعه بداو كانت تجي واحد عندها واحد الالمانيه كانت تعاون المقاومين، كتجي عندها في جوج الليل وواحد، وكل مره تيصيفطوا لها شي واحد ما عمرو تيكون نفس الشخص باش ما يعرفوهمش. والنون دكو تاع عائشه تيدق، قال لك كان تيدق لالا منانا داك 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 فهذا باش تعرف بانه هو، تيقول انا عائشه تدخلو تتعطي يا اما السلاح يا اما التعليمات. أنا كنعتقد على أن حين نتحدث عن الملك الفاسي بهذه الخصوصية لابد أن نسطر وأن نسجل على أنها لم تكن فريدة من نوعها، ما كانتش بوحدها، لا، أنا كانت نساء متعددات برزوا في مجالات متعددة في هذا المغرب الجديد في الثلاثينات والأربعينات. نبغي نتوقف أنا عند جوج منهم. الأولى هي توريا الشاوي، الشهيدة توريا الشاوي، السيدة أو المرأة الأولى في العالم العربي الإسلامي التي امتلكت شهادة ربان الطائرة مدنية. آنذاك في العالم كانوا ثلاث نساء فقط، جوج أجنبيات غربيات وواحدة من المغرب من العالم العربي والإسلامي ومن إفريقيا ومن العالم الثالث، اسمها توريا الشاوي. كانت رمز، كانت معنى مغربي، معنى ديال هذا المغرب الجديد، المغرب النايض. وتلقاو ملك الفاسي وفاطمة التهامي، أول امرأة مولدة في المغرب، تخرجت من كلية الطب في باريس في سنة 1949. إذن هذه النماذج من النساء تعكس على أن هناك مغرب جديد يتشكل سلوكيا وفعليا، وملك الفاسي هي ضمن هذا الجيل. ملك الفاسي خصوصيتها أنها اختارت أن تبرز من خلال الكتابة الصحافة، وأن تبرز من خلال الدور السياسي الحزبي ضمن حزب الاستقلال، الحركة الوطنية وحزب الاستقلال، وأن تبرز ضمن مجال أنا أعتبره استراتيجي وهو مجال التربية والتعليم. بالرغم من كل هاد الأحداث ومن المسؤوليات اللي كانت كتزيد، بقيت كنعمل بالموازاة على تنمية استراتيجية لتحقيق طموحي المتعلق بتربية وتعليم النساء. وهذا علاش خلقنا في الحزب حركة نسائية كان الهدف ديالها تحسين وضعية المرأة، وتكونت بزاف ديال الجمعيات في مختلف المدن لتقديم المساعدات للمقاومين. وبسرعة طرحنا كذلك في الحزب ضرورة إنشاء ثانويات للبنات. ملك الفاسي يجب أن نسجل باعتزاز كيف أنها بادرت إلى أن تكاتب
الحماية الفرنسية المقيم العام الفرنسي، وأن تكاتب ملك البلاد سلطان البلاد آنذاك الملك الوطني محمد الخامس من أجل أن يكون للفتاة وللمرأة المغربية وللطالبة المغربية حق في الدراسات العليا بجامعة القرويين، وحربت من قبل الفرنسيين ولكنها نجحت بدعم من الملك الوطني محمد الخامس، ولأول مرة دخلت النساء والفتاة للدراسة العالية دراسات العليا في جامعة القرويين، واللي انتج لنا واحد الجيل من النساء اللي ولوا قاضيات، اللي ولوا عالمات في المجال الديني، اللي ولوا في مجال التعليم، في مجال التدريس، جيل كامل خرج من جامعة القرويين بفضل الدور ديال هذه السيدة. هذا الأمر لم يحدث في أي مكان في العالم العربي، لا في جامعة الزيتونة في تونس، ولا في جامع الأزهر في القاهرة، ولا في أي جامعة مماثلة من التعليم الأصيل إلا في جامعة القرويين. فما قامت به في هذا الباب هو ثورة، ثورة بكل معاني الكلمة، لأنه إدخال المرأة إلى مجال التعليم العالي في مغرب الأربعينات أنا أعتبره بكل المقاييس هو تحول في معنى صناعة الفرد المغربي الجديد. داك وفد مشات ماما عند محمد الخامس تتلحق، قالت له راه خصنا نديرو لابدا خصهم، قالها شوف على الملكة غادي ما غادي يمكنش هذا الشيء يكون هكذا، ولكن نتوما ديروا فرع واقتنيوا شي دار وخلصوا نتوما الاساتذه يجيو من القرويين يقريوهم، ومني غادي يكونوا امام امر الواقع انا غادي نعضدكم ونكون معكم. هذا الشيء اللي كان فعلا السي عبد السلام القباج الله يرحمه اعتذروا، وماما عطات من عندها وشافت النساء عطاو ديالهم وكل شيء عاونهم حتى الرجال عاونهم، وداروا فعلا الفرع ديال القرويين وتخرجوا منه. ومن بعد ملي بداو يقراو هذا محمد الخامس قالوا ما يمكنش نوقفوهم، دابا راهم بداو وكملوا حتى تخرجوا عالمات من القرويين. تضافرت مجهودات كبيرة لرجال ونساء الحركة لتحقيق مطالبنا لتعليم البنات، وساندنا جلالة الملك محمد الخامس يوم تخرج أول فوج النساء من التعليم الثانوي من القرويين، كان يوم فرحة وفخر كبير بالنسبة لي. اشتغلت على جانب آخر اللي كان غير معروف شيئا ما، ولكنه مذكور في المصادر المكتوبة. كان الهاجس ديالها هو تقليص الإساءات في مؤسسة الزواج، حيث هذه الفترة كانت فترة تعدد الزوجات والطلاق بدون ضوابط قانونية، وأيضاً الطلاق بالخلع. بالنسبة لها كان لابد من تحديد امتيازات الرجل وما يتمارسش التعدد إلا كان ضد استقرار المرأة. كانت باغا أيضاً أن بالنسبة للطلاق يتم احترام المرأة في مسألة الطلاق، وما يوليش الرجل بسهولة يقرر يرمي المرأة والأطفال للشارع، وخا كيعرف أن المرأة آنذاك ما كانتش مستقلة مادياً. إذن هذا كان كيخلق مشاكل مادية خطيرة بالنسبة للمرأة. وديك الساعة فكرت بأنه البنات ما خصهمش يتزوجوا بكري، لأنهم ولو أنهم كانوا شحال هادي تعيشوا مع العائلة في الدار وهذا، ولكن خصهم يكونوا تعلموا بعدها وعرفوا، وحتى في الذات ديالهم يمكن لهم يولدوا ماشي تنزوجوا من 13 14 15 عام. مستحيل بان لا بدا خصنا نتسناو حتى 18 عام، بحيث حتى في اخر حياتها في سيدنا الله ينصرو مني فكر في المدونه اتصل بها ومشات ودات الاقتراحات، ومشينا ديك الساعه الاكاديميه كانوا تما تيكونوا الاشغال حول المدونه، ودات الاقتراح بانه ما يكونش قبل 18 عام الزواج ديال الفتيات. اخيرا رجع ملكنا محمد الخامس لارض الوطن. كفاحنا وتضحياتنا حققت أهدافها، كنا شاهدين على لحظات تاريخية في المغرب،
عودة الاستقلال والحرية. فرحتنا ما كانش يقدر يوصفها كلام. كفاح آخر كان في انتظارنا لبناء مغرب حر ومستقر بتضامن وجهد رجال ونساء. لهذا طالبت بالاعتراف بحق التصويت للنساء، وحرصت باش البيان الختامي ديال المؤتمر الاستثنائي للحزب يتضمن هذا المطلب. قدمته لجلالة الملك محمد الخامس، قبلوه على الفور وقال باللي هذا الأمر كينصف النساء المغربيات اللي حتى هما شاركوا في معركة الاستقلال. تم بسرعة الاعتراف بهذا الحق لأنه إلى خدنا ملك الفاسي كمثال، وأيضاً فرع النساء اللي اشتغلوا مع حزب الاستقلال واللي تمكنوا يحشدوا نساء أخريات من أجل القضية الوطنية. تم الاعتراف أن النساء عندهم وعي سياسي، وكان لابد من الاعتراف بهذا الحق قانونياً، فاعترف حزب الاستقلال بحق التصويت بالنسبة للنساء. بعد الاستقلال حسيت أنه مازال خصنا نناضلوا باش تحقق المرأة مكاسب على مستوى حقوقها في المجتمع، بدءاً بالحقوق داخل مؤسسة الزواج وانتهاءاً بوصولها لمراكز المسؤولية والقرار. لذلك قمت بتأسيس جمعية المواساة في سنة 1960 مع حبيبة دينيا وفطومة بوهلال آنذاك. بالإضافة لدروس محو الأمية، هذه الجمعية كانت هي المأوى لما يقارب 100 يتيم، وكانت كتقدم المساعدة للناس المحتاجين، للمعاقين والمصابين بالسرطان. وهذه المؤسسة هي من أول المنظمات اللي استفدت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي أسسها الملك محمد السادس الله ينصره. من بعد الاستقلال ملي تسمى في الحكومة الأولى تسمى الوالد وزير، واقترح عليها محمد الخامس أنها تكون هي وزيرة ديك الساعة ديال الشؤون الاجتماعية، لأن دائما كان عندها إلمام بكل ما هو شؤون اجتماعية، ولكن رفضت. أولا تضحك معاه أنكدوت، قالت له أسيدي وإذا كان هو وزير أنا وزير شكون اللي غادي يقابل هاد الولاد؟ ولكن قالت له أسيدي أنا بغيت نبقى حرة، غادي نبقى في الحزب وعمل السياسي غادي نبقى فيه، ولكن تنفضل نبقى حرة. وديك الساعة مع تلة من السيدات من الرباط، فطومة بوهلال اللي مازال الآن الحمد لله، ولا حبيبة دينيا ولا لهيبة الطورية، داروا جمعية المواساة. وهذا البعد الاجتماعي في الشخصية ديال المرحومة لالة ملك الفاسي غادي يتجلى أكثر غداة الاستقلال. بعد ما تحقق الاستقلال تعينات في المؤسسة ديال التعاون الوطني، عضوة ديال المجلس الإداري ديال التعاون الوطني أعتقد في أواخر الخمسينات بداية الستينات، ثم إحداثها لواحد الجمعية اللي كتسمى جمعية مواساة، بحيث نشطت كثير في هذه الجمعية، وهي جمعية لا تزال قائمة وتشرف عليها إلى يومنا هذا نجلتها الدكتورة فاطمة زهراء فاسي. يمكننا نقول بأنه الجمعية رائدة في المنظومة ديال المجتمع المدني. لابد من الانتباه للأسف في أن مغرب الاستقلال أن كل النساء اللي كان عندهم واحد الدور في ضمن الحركة الوطنية وبرزوا كرموز، من بعد الاستقلال غادي يرجعوا إلى المشهد الخلفي، مبقاوش في الواجهة، لأن المغرب الجديد الذي أصبح يصنع بالمعنى السياسي كان مغربا للأسف تقليديا. لابد أن نعترف بهذا الأمر برؤية تاريخية، بتحليل تاريخي، كان مغربا تقليديا. هذا المغرب التقليدي اللي تم إعادة بنينة الدولة بشكل جديد، وضمن هذه إعادة البنينة ديال الدولة أصبح هناك تصور على أن دور المرأة يجب أن يكون دورا تابعا لدور الرجل، بدليل النقاش اللي كانت تفتح حول مدونة الأحوال الشخصية في الخمسينات. وهنا ممكن نرجعوا إلى كتابات علال الفاسي
اللي هو رفيق ديال ملك الفاسي اللي هو الجيل ديالها، ما الذي كتبه على الفاسي حول، رغم أنه كان له رؤية متقدمة حول دور المرأة صراحة، ولكن لما جاء إلى إطار القانوني لصياغة الإطار القانوني ديال مدونة الأحوال الشخصية كان بين قوسين تقليديا، لم يكن متحررا مثل ما وقع في تونس مثلا. النساء كانوا هما أكبر المنسيين من بعد الاستقلال، ماشي فقط النساء، ولكن كان هناك أيضا الحركات الشعبية للعمال والمزارعين وغيرهم. كنشوفوا أن هناك دائما عامل الطبقة الاجتماعية وعامل الجنس، ولما كيحضروا العاملين معا كيولي الأمر مدمر. على أي حال، ملكة الفاسي كانت عندها الإمكانية أنها تكون عضو في الحكومة، ولكن المؤسف بالنسبة للنساء أنهم ما كانوش في حكومة المغرب المستقل. ولكن هذا الأمر ما حبطش عزيمتها وما انسحباتش من النضال والمقاومة، فاستمرت في العمل من أجل بناء الدولة الحديثة، ولكن بطريقة أخرى بلا ما تكون عضو في الحكومة. فقضت بقية عمرها في النضال من أجل قضية تعليم المرأة ومن أجل الإصلاح الاجتماعي، وأيضاً من أجل المغرب كيوفر على الأقل أدنى شروط العيش الكريم لأشخاص وفئات مهمشة في العادة. المرحومة إذن للملكة الفاسي دائماً بعزمها وحزمها وإصرارها، والشيء اللي جعل منها فعلا على انها مناضله وطنيه اللي استطعت باش تقرن وتوصل الجهاد الاصغر، الجهاد الاصغر اللي هو الجهاد من اجل الحريه والاستقلال، بالجهاد الاكبر اللي هو الجهاد ديال البناء والنماء من اجل اعلاء صروح الوطن، واللي دعا عليه المغفور له محمد الخامس بعد عودته من المنفى بقوله لقد رجعنا من الجهاد الاصغر الجهاد الأكبر. أنا كنعتقد على أنه ملكة الفاسي بذكائها، لابد أن نعترف لها بهذا الأمر، بذكائها كامرأة، بذكائها السياسي أقصد، كامرأة فهمت على أنه الواقع الجديد ما بعد الاستقلال اللي أصبحت تواجهه سيكون مدمرا لها. وفي مكان ما أعتقد أن هذا استنتاج، في مكان ما أعتقد على أنها اختارت أن لا تدخل في المواجهة، لأنه مثلا صحيح أنه كان ممكن أنه تزعم هي واحد الحركة ديال العصيان بالمعنى المعرفي ليس بالمعنى السياسي، ديال أنها تقود واحد تيار ديال التحرر ديال المرأة. ملكة الفاسي لم تختار هذا التوجه، اختارت أن تتعايش مع الواقع الجديد، ولكن أنا أعتقد أنه اختيار مكره، هي مكرهة في ذلك الاختيار. لماذا؟ لأنه بوعيها السياسي كانت مدركة على أنه الفضاء الاجتماعي المغربي هو غير مؤهل لنجاح تلك المعركة لو دخلتها هي. هذا الفضاء الاجتماعي سيتغير ابتداء من السبعينات، لأنه أصبح عدد شرائح ديال الإناث أو النساء المغربيات المتعلمات أصبح أكبر من جيلها هي ديال الأربعينات والخمسينات والستينات، وبالتالي برزت تيار ديال الوعي جديد ديال حركة نسائية جديدة في المغرب التي تنادي أو تحملت أو حملت مشعل المنادات بتحقيق مساواة للمرأة المغربية. يقول جلالته في حق المرحومة لدى ملك الفاسي: وما توقيعها على عارضة المطالبة بالاستقلال مع نخبة الحركة الوطنية التي بادرت للالتزام بهذه الوثيقة التي أصبحت جزءا من تاريخ المغرب إلا دليل على هذا الانخراط الريادي الفاعل
في سبيل استرجاع المغرب لسيادته ووحدته الوطنية والترابية والحفاظ على هويته ومقدساته ودخول المرأة المغربية الملتزمة إلى التاريخ من أوسع أبوابه. هي كانت حضرت تكريم يعني مولوي سامي لجلالة الملك محمد السادس في 11 يناير 2005 بمدينة ورزازات. هي والموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال اللي بقوا قيد الحياة، كان عددهم تقريبا 7 ولا 8. هذا التوسيم ديال الملكة الفاسية هي وإخوانها من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال كان في ورزازات في حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللي يعني أراد أن يولي موقع وثيقة المطالبة بالاستقلال حقهم وأنه يشيد بهم وبها هي. فبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة اللي وصلنا لها الآن في المغرب هي واحد المرحلة ما نقولش تتويج، ولكن هي واحد المرحلة متقدمة ديال واحد الصيرورة بدات منذ الثلاثينات واللي كان الملكة الفاسي لها دور فيه. وأنا أعتقد على أنه السيدة الملكة الفاسي رحمها الله سيرتها تعتبر نموذج لما عاشته المرأة المغربية من صراع من أجل فرض ذاتها، وهي نجحت في أن تفرض اسمها ضمن ذاك المجتمع الذي يتحول، ونجحت كذلك في أن تبقى متصالحة بدون خصومة بدون قطيعة مع المنظومة السلوكية ديال المجتمع المغربي آنذاك، واللي هي بقات في نهاية المطاف ونتمنى ما يتخادش هذا الأمر كما لأنه حكم قيمة بالمعنى السياسي. لقات هي منتمية إلى المنظومة السياسية التقليدية، هي لم تكن في الاستقلال، في مرحلة الاستقلال لم تكن سيدة مواجهة، كانت سيدة توافقات. بالنسبة لها لازم النظر للأمام وجعل مستقبل الأطفال هدف وأفق وبالتالي مستقبل المغرب، يعني ما هو أفضل شيء بالنسبة للمغرب. فإلى بغينا نبنيو مغرب قوي، مغرب متقدم، مغرب اللي كيساهم فيه كل مواطن ومواطنة، ما يمكنش لنا نقصيو نصف المجتمع. ومن أجل أن هذا النصف يتمكن من المساهمة في تطوير البلاد لابد نوفر لهم التعليم والشغل والظروف المناسبة من أجل تحقيق الذات كإنسان متكامل، وهذا كيعني نبدو كل أشكال التمييز على جميع المستويات، وكنأكد على جميع المستويات، وعلى الخصوص الجانب المهني والجانب الخاص. كنشوفوا أن هذه السيدة العظيمة ملكة الفاسي عاشت وكانت عندها علاقات مع ثلاثة الملوك مختلفين، فبالنسبة للمرأة فعمرها 88 سنة هذا اعتراف بالجميل واعتراف بمسار اللي يمكن يشكل مثال وقدوة بالنسبة للعديد من النساء. بنت المدينة العتيقة، باحثة الحاضرة، صبحت امرأة مبادرات، قرارات ومكتسبات. طيلة حياتي كافحت من أجل وطني مغرب حر موحد ومتقدم، صامدة في تحقيق المساواة ما بين النساء ورجاله، مشروع اللي كانت بوابته الأساسية تعليم، وقفت وراء قناعاتي حتى لآخر رمق. أنا مليكة الفاسية، ما ختمتش إمضائي فقط في وثيقة الاستقلال، ولكن في تاريخ المغرب.